السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه جيده. اليوم راح ندير معاكم الخرشف، يعني الخرشف راح نديرو باللحم كما تقدري ديريه بالدجاج. راح نبداو على بركه الله، نقولوا بسم الله. انا عندي الخرشف هنايا مقطعاته، يعني مقطعاته مربعات صغار كما هكذا، ولازم كي نقطعو نديرو له القارص باش ما يكحلناش. الا ما درتيش القارص حيكحلك. انا راح نفور اول حاجه، راح نفور في الكسكاس. انا عندي اللحم كما تقدري ديري الدجاج، انا عندي هنا اللحم كما تقدري ديري الدجاج. عندي راس بصله واحد متوسط مع خمس سنات تاع الثوم. عندي هنا زوج غرف تاع زيت، دركي عندي الطماطم هذه تقدري تعوضيها بطماطش تاع الحب. عندي كميش تاع الحمص، نص نقطة تاع هيسة، ندير الملح، عندي ماء الكزبرة يابس، عندي الفلفل الأسود، عندي الفلفل الحار، يقدر يستغنى عنه ميديرش ميديرش، وعندي هنايا شوية تاع الكركم. نسقي بالماء السخون، عندي هنا الكسبر مع العيش، نعاود نسقي يعني كاس ولا كاس ونص نسقي بيه نقطع الحب، وراح نخليها طيب. دركي نرمو الخرشف اللي طيبناه اللي فورناه، يعني راهو طايب شربنا في لاصوص الخرشف هذا اللي فورناه، راح نرميه في لاصوص يشرب لاصوص تاع اللحم ولا الحمص. دركي نخليه يشرب لاصوص تاع اللحم وراح نوريكم بصح التقديم. في الاخير شوفوا كيف جا الخرشف، يعني جا روعه، جبدت لاصوص يعني جا يشهي، وقليت فوق حبه بطاطا يعني جاوا لا اروع. يعني شوفوا يعني كما قلت لكم تقدروا ديروه بلاصوص تاع الحم ولا تاع الدجاج، يعني المذاق كيف كيف.
ونقول لكم ديما شهيتكم في الجنة، نقول لكم شهية طيبة وفيديو آخر إن شاء الله. بسلامة.